La première semaine de novembre, on va le mettre en exploitation. D'accord ? Donc avant, tu sors de là. D'accord ? 15 jours, oui, 15 jours. D'accord ? Même les peintures, il faut le rendre dans un état. بداية نقول أنه زيارتي لولاية سعيدة كانت بهدف تفقد مدى تقدم الأشغال على مستوى المركز المتخصص للنساء وأيضا مؤسسة البيئة المفتوحة على مستوى منطقة عين حجر. المؤسسة ستكون في إطار السياسة الجديدة لوزارة العدل والتي تهدف إلى تشغيل المحبوسين على مستوى الوسط المفتوح، باعتبار أن هذه المؤسسة تتوفر على مساحة ذات تقدر بعشر هكتارات، سيتم من خلالها تمكين المحبوسين من العمل المحكوم عليهم نهائيا للعمل في هذه المؤسسة في الأشغال الفلاحية. أيضا نقول أن العمل التربوي لازم أن يكون ضروري في كل المؤسسات العقابية، سواء في ورشات التشغيل والإنتاج داخل المؤسسات العقابية أو خارج المؤسسات العقابية في إطار المؤسسات البيئة المفتوحة. وإن شاء الله هذه كل البرامج التي تطبق داخل المؤسسة العقابية ستمكن من تحضير المحبوس إلى مرحلة ما بعد الإفراج وإدماجه في المجتمع.